اهلا وسهلا فيكو في برنامجكو انقطع الخط، ومعاكم دوما هريدي ومستني اتصالاتكو. يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. الو، ازيك يا هريدي؟ مين؟ ابن الرفضي؟ عايز ايه؟ ازيك يا هريدي؟ احسن منك. عندي سؤال. سؤال واحد وبس، ولو زدت عليه حكفل الخط في وشك، انت فاهم؟ هو سؤال واحد وبس. طيب اسأل. لو حد اذى ستنا فاطمة الزهراء عليه السلام يروح فين؟ هو ده سؤال؟ يروح للنار طبعا. ارتحت كده؟ يلا امشي انقرب من قدامي. لا 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 لا، انا لسه ما خلصتش. انت مش قلت سؤال واحد وبس؟ ايوه بس سؤالي ليه فرعين. طيب قول سؤالك وخلصني. يعني لو ابو بكر زعل ستنا فاطمة عليه السلام يروح النار؟ ما حصلش. افرض لو حصل يروح النار؟ ايوه يا سيدي يروح للنار. ارتحت كده؟ بس هاد دليل على ده، لو كان عندك دليل من اساسه. طيب عايز الدليل من البخاري ولا من مسلم؟ هات المصدر يا ابن الرفضي وبلاش كترة كلام. طيب خد المصدر من صحيح مسلم عن عائشة: وجدت فاطمة على ابي بكر في ذلك قال فهاجرته فلم تكلمه حتى توفيت ولم يؤذن بها ابا بكر. الو الو، انا سامعك. الو، ما تقفلش الخط في وشي. انقطع الخط. ارتحت؟ ارتحت كده؟ قفلت الخط في وشي يا ابن الرفضي؟ ما كنت حجاوبك، هربت ليه؟ شفتوه؟ شفتوه قدامكم؟ جبان هرب مني.